بضيع عليك وضاح، فكه وخليه يرجع لأهله. طالما الجماعة أخذوا أمتها، ليش ما نخلي فتحي عنا حتى يرجعوها لبيتها؟ هيك قلتها؟ إيه. تعال يا بي. مور يا بي. تأمر يا بي. أبو شومان امشي معي. يا عمي خيرو، شلون صار شاهير؟ لا الحمد لله، أبو صفوان عم يقول إنه بسيطة، بس يعني لازم ينام له كم يوم لحتى يرجع الجرح يختم من أول وجديد. إن شاء الله الله بيعافيه وبيقويه. أبو أدهم، رضاي عليك توزع لي رجال منيح. عم يقول لي أعلي إنه الجماعة فاير دمهم وممكن يجوا بأي لحظة لهو. لا يا مختار، الرجال اللي فيهم يجي ويأرجينا حاله. ماشي، الله يقويك يا أبو محمد. على كل حال ديروا بالكم منيح، انا واصل على الكراكون شوف الباش شاويش مشان يكتر الحراسه شوي بالحاره. مختار انا رايي على حارتكو. ليه بقى؟ انا ما بيهون علي هلا والحارتين اللي تحت راسي، يمكن الشغله ما تنتهي على خير يصير فيها قتله. هدول اولاد حماي وانا بعرف اتفاهم معهم، خليني روح واللي بدهم اياه يساووا فيني. باطل على الحكي يا ودهم، نحن لبعض ما بنتخلى عنك ابدا. والله يا حضرة الباشا ويش، انا شايف انه بدها تصير علقه كبيره بالحاره. يا لطيف يا لطيف برجي صباي، انت في عندك معلومات مؤكدات عن مشكلات هارد اياش مع هاردكم؟ اي والله يا حضرة الباشاويش، انا عندي معلومات اكيدة انه اهل حارة الكوم ناويين على الشر، ويخوف قلبها، يخوف قلبي الحارة تولع نار. امان يا ربي امان، امان يا ربي امان. اسمع برنجي صباي، لازم اغلاق ابواب كاركون، هذا اهل حارات عقل يك عدب سيس، نحن كله بيموت، كله بيموت. استعدادات صباي، استعدادات، اللهم عسكر لري، الله اكبر. وين الباشاويش؟ هذه يمكن صوت ابو وضاح يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. اكيد قاينجا ونار وشعلت بين الحارتين، الله يستر. والله اذا ابو قاعود بيموت لحتى الدم يصير للركب. والله شغله مو قليله، مو قليله بنوب يا اخي. هدول بيت العياش كل عمرهم منحوسين ومشكلجيه. يا بي ابو ادهم بريء. وشو عرفك انه بريء؟ مبينه اشكره يا بي، الزلمة كان رح يسعى لأعلى لما شاف أبو قاعود بهالمنظر. عتمة ودليلة الله يا جماعة، لا تحطوا حدا بزمتكن. سميحة مور ابن عمي، حطي لي لقمة أكل لحتى آكلها وطلعي الطبنجة من الصندوق. يا ليش الطبنجة؟ يا أبو بدنا نحرس الحارة، بركي هجموا علينا هيك فجأة. وأنا رح آخذ سكينة من المطبخ وروح معه. أنت عود وريح لي حالك. أيوة لكن يا عمي، بيت العياش بيشعلوا الحريقة وأهل الحارة بيتشلوطوا فيها. يا بي أبو أدهم ما كان هاين عليه إنه يعلق الحارتين ببعضهم من تحت راسه، وكان بده يروح لحاله على حارة الكوم مشان يعملوا فيه شو ما بدهم ليجنب الحارتين من المشاكل والمصايب، بس عمي أبو وضاح ما وافق ورجع الحارة ما خلوا يروح.